أمهارا وتحرك الجيش الأثيوبي. من اليوم الأول الحكومة الأثيوبية هي من كانت تتحدث عن الأزمة الإنسانية وأنها كانت من تحرص على إيصال المساعدات. الآن حوالي 1230 تقريبا شاحنة حملت المؤن الغذائية التابعة للمنظمات الأمم المتحدة موجودة في إقليم تيغراي، موجودة في مقلة، ذهبت ولم ترجع. إذن كلما يكون هناك أو تكون هناك فرصة للهدوء وفرصة للاستقرار وفرصة لأن يحصل إخواننا في إقليم تيغراي على المساعدات، كلما أشعلت جبهة تحرير تيغراي الفتنة. والآن ما يحدث في أطراف إقليم العفر هو خير دليل على أن هذه الجماعة لا تريد الخير لا لمواطني إقليم تيغراي. لماذا شعب تيغراي ساكت جراء إدخال أبنائه إلى نار الحرب مع الأقاليم والشعوب الأخرى؟ جبهة تحرير تيغراي ظلت خلال ثلاث عقود التي حكمت فيها إثيوبيا ظلت على تكميم الأفواه في جميع مناطق إثيوبيا، وهذا التكميم يكون أشد في إقليم تيغراي. ففرضت نفسها على الساحة، وحتى لم يعد المواطنون في تيغراي لا يعرفون أي جهة تنشط في السياسة غير جبهة تحرير تيغراي. هذا الوضع استمر لتقريبا ثلاثة عقود، فعندما اندلعت الأزمة وصارت هذه المشكلة زادت تغييب صوت شعب تيغراي بقوة السلاح وبقوة النار. هذا الشعب مغلوب على أمره، تعرض للقتل، تعرض للجوع، تعرض للحصار، والسبب هو جبهة تحرير تيغراي، وهذا ما نجده على أرض الواقع. الآن الأصوات الغائبة من هذا الإقليم هو سببه، هو سبب القوة والنار، وأن الإعدام بلا رحمة، إعمال القتل من دون أي رحمة، نجد دلائلها فيما حدث في منطقة أطراف منطقة العفر الآن هذه الأيام. إعدام من دون أي رحمة، من دون أي تمييز، حتى الأطفال وحتى النساء وحتى المسنون، من يعني بطريقة عشوائية. إذن هذا ما كان يحدث طيلة كامل السنة الماضية منذ اندلاع المواجهات، هذا ما حدث في إقليم تيغراي. إذن قوة النار والتسلط الحاد والقوي هو الذي يخيم على صدور مواطني هذا الإقليم، وهذا السبب في أن هذا الشعب صامت وهو لم يصمت، أجبر على ذلك. والأيام القديمة كفيلة بإيضاح وكشف هذه الحقائق المرة، وجميع الأثيوبيين لابد أن ينتهزوا أي فرصة لدعم صوت هذا الشعب ومقاومة هذا الظلم الذي تمارسه جبهة تحرير تيغراي باسم هذا الشعب. هنا يأتي السؤال، لماذا تعترض الجبهة في وجه عدم إيصال المؤونات الإغاثية وتكون دائما الحجرة أو وتكون دائما العثرة في طريق المنظمات الإنسانية؟ أنت تعلم أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية تعمل حاجز لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب تيغراي، لماذا تسعى إلى هذا العمل؟ أولا عندما اندلعت المواجهات نظمت الحكومة الأثيوبية أتذكر مع كل الجهات الإنسانية الناشطة، فوضعت هناك برنامج وتم الاتفاق عليها من الجانبين في كيفية إيصال المساعدات وفي كيفية استيعاب النازحين داخليا من الإقليم. هذه البرامج التي تم الاتفاق عليها جبهة تحرير تيغراي نسفتها واستهدفت أي جهة
تحاول إيصال المساعدات. صادرت المؤن الغذائية التي كانت تصل للمواطنين، تم استخدامها في أغراض عسكرية. تم استهداف المطار الذي سمحت الحكومة الأثيوبية لأن يكون مجالا لإيصال المساعدات، فصادرت الشاحنات. والسبب هو وصول المساعدات إلى هذا الإقليم سيجعل من سياسة جبهة تحرير تيغراي يعني ضعيفا ويضعف حضورها، فهي تستخدم المساعدات كورقة ضغط على الحكومة الأثيوبية وعلى المجتمع الدولي أيضا. يتم منع المساعدات من جهة، ويتم تصوير وتسريب صورة من المواطنين المحتاجين من جهة أخرى لاستخدامها كدعاية كاذبة بأن شعب تيغراي في حصار وأن الجوع. نعم الحصار موجود والجوع موجود، لكن من هو المسؤول عن هذا الجوع؟ والجميع يعرف، حتى المنظمات، منظمات الأمم المتحدة بعض الشخصيات فيها الذين انحازوا وسيسوا موضوع الإنساني يعرفون تماما بأن جبهة تحرير تيغراي هي من تقف عائقا في وصول المساعدات. فالحكومة الأثيوبية مبادرة دائما يهمها صوت وحياة مواطنيها في كل مكان بما فيها إقليم تيغراي. وآخر المبادرة هي ما اقترحته الحكومة من إيجاد منطقة يتم فيها تبادل المعونات والمساعدات حتى تصل إلى هناك، لكن يوما بعد يوم كلما تهيئت ظروف معالجة الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي كلما أثارت جبهة تحرير تيغراي مشكلة. إذن حتى في أثناء الحرب يستخدمون المواطنين ضروع بشرية. عندما نتذكر حتى إقليم تيغراي وخارج إقليم تيغراي في منطقتي الأمهرة والإقليمية أمهرة والعفر يركزون على المدن، هل أنا ما سمعت بأن جبهة تحرير تيغراي تتحرك في البوادي وإلى آخره، يركزون على المدن. لماذا المدن؟ يدخلون المدينة فيتخذون المواطنين الموجودين في هذه المدن دروع بشرية، فيتعذر على الجيش استهداف المدن أو تنفيذ عمليات في داخل المدن. إذن هذه هي الطريقة اللي كانت تستخدمها أيضا في المجال الإنساني والمساعدات. أيضا يتخذون مواطنيهم يتخذون مواطنينا رهينة في يعني كسب موقف سياسي أو لدفع أثيوبيا نحو التفاوض، وهذا عمل مشين، عمل مدان. المفروض أن هذه الطرق تفتح وأن المساعدات تصل، وإن شاء الله يعني الأيام المقبلة ربما يكون هناك علاج أيضا لهذا الموضوع. فيما يتعلق بالمبادرات، لماذا لم تنجح مبادرة أباسانجو؟ أنت تعرف أنه كان هو المبعوث لشرق أفريقيا، وهو تردد كثيرا في قضية إقليم تيغراي مع الحكومة الفيدرالية، فما هي آخر التطورات في هذا المجال؟ دائما أثيوبيا في كل مواضيعها حتى في موضوع سد النهضة وغيرها من القضايا تعتبر الاتحاد الإفريقي هو يعني هو الملجأ لحل مشكلة الأفارقة. حتى في الشأن الداخل الأثيوبي رحبت أثيوبيا بحضور الاتحاد الإفريقي ورغبته في إنهاء هذه الأزمة. يعني عرفنا بأن المبعوث، مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص تردد كثيرا إلى تيغراي وأديس أبابا، فكانت هي جهود مشكورة وهي محل تقدير واحترام من الحكومة الأثيوبية ومن جميع المواطنين الأثيوبيين.
فلكن تعنت هذه الجماعة والذين يرعونها الراعي الإقليمي والراعي الدولي غرر يعني بهذه الجماعة وأدخلهم في ورطة وفي مشكلة، فأصبحت إثيوبيا هي المرحبة بالسلام، وأصبح المتمردون هم من يرفضون السلام، فيضعون يملون شروط كأنهم حكومة مجاورة لبلدنا تم التصادم معها. فهذه الأمور وغيرها من التصرفات التعنتية والغطرسة التي كانت سمة هذه المجموعة، وهي بالمناسبة مجموعة صغيرة ومجموعة دأبت على نهب خيرات هذا الوطن والذهاب بكل غنائمه. فهذه المجموعة لا تزال ترى نفسها بأنها الأحق في الوجود في الساحة الأثيوبية وما غير ذلك. لا أعرف بالضبط كثيرا ماذا يقولون، لكن أفهم من المعطيات على أرض الواقع بأنهم لا يريدون السلام سياسيا ودبلوماسيا. ردهم رد تعنتي ورد انتقامي ورد انتقائي، وهو يعني صرحوا زعماؤهم تكرارا ومرارا بأن من أهدافهم وتفكيك أثيوبيا وهدمها وتشتيتها إلى غير ذلك. ليس هذا سرا، هذا أمر معلن. فيتعذر على هذه المجموعة التي تصرح في الإعلام جهارا نهارا يعني أن تقبل بالوساطة أو تقبل باقتراح السلام والتهدئة. إذن نحن اليوم وغدا وبعد غد إذا كانت هناك أي جهة نرى أن الاتحاد الإفريقي هو الأفضل وهو الأهل في هذا الموضوع، إذا كان هناك اقتراح يرضي الأثيوبيين، اقتراح لا يفرط في دماء الأثيوبيين، ويكون هناك اقتراح يراعي المصلحة العليا للوطن ويجلب المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء للعدالة، فإن أثيوبيا مستعدة للسلام كعادتها. لكن هذه الشروط هي ليست شروط من الجهة السيادية فقط، هي شروط جميع المواطنين الأثيوبيين. فمن المستحيل وليس يعني أيضا أخلاقيا أن ننسى ما تعرض له مواطنونا وإخواننا في إقليمي أمهرة وإقليم العفر من هدم للمرافق الأساسية وإعدام الناس بشكل جماعي. يعني من عجائب الدنيا السبع من كانوا يديرون هذا البلد ونعتبرهم جزءا من أثيوبيا أن يفعلوا هذا الأمر. إذن نحن حتى بشأن التفاوض، هو بعد كل حرب لا بد من حل، لا بد من سلام في النهاية، لا بد من مفاوضات، يعني هي مرة لكن لا بد من مفاوضات. لكن هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون على حساب هؤلاء المواطنين الأبرياء أبدا أبدا، وهذا ما أخونه. شكرا لله لكم جميل صنيعكم وجزاكم الفردوس أرفع منزل. شكرا جميلا، شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل، ونتمنى أن يعني تزيد من زيارة استديوهاتنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك على حسن ما تفضلت به، نتمنى أن نلتقي بك في حلقة قادمة. العفو، شكرا لك. مشاهدين الأعزاء، لا يسعنا في ختام حلقتنا إلا أن نشكر ضيفنا الكاتب والباحث السياسي السيد موسى الشيخ على ما تفضل به، ونتمنى أن نلتقي بكم مرة أخرى. إلى اللقاء.